جمهور غفير جدا، اكثر من 30,000 متفرج، جلهم طبعا من انصار الفريق المحلي، وفيه عدد من انصار الفريق تمولدي طوران، فريق الضيف، يتنقلوا مع فريقهم اتجاه بن ميمون في وضعيه جناح ايسر. يراوغ ويمر، تدخل الدفاع، تصطدم الكره بالمدافع الايمن بن يمين، او تخرج ركنيه لصالح مولدية طهران في الدقيقه 30 تقريبا من هذا الشوط الاول، حوالي نصف ساعه بلومي امام الكره، والنتيجه متعادله 0 بمثل ما بين مولدية طهران فريق الزائر والفريق المحلي سريع غلي جنبي بدلة بيضاء، وهدف من بلومي مباشره بدون تعليق. بلومي ينفذ الركنيه والكره تسكن الشبكه على يسار الحارس بن شحاف الزاويه 90، حوالي 30 دقيقة تقريبا. مع الإعادة نتاع اللقطة ومباشرة مع تنفيذ الركنية، الكرة تسكن الشبكة بعد تنفيذ الركنية من طرف بلومي. هدف مقابل لا شيء لصالح فريق مولدية طهران، والدقيقة 30 مع الشوط الأول جناح مولودية طهران.